دوش مان، وينك يا عمي؟ عاش مين شافك؟ كنت مسافرة. الحمد لله على سلامتك. وين كنتي؟ كنت في قبرص، كنت عم بزور خالتي كانت مريضة. سلامتها. شو رأيك نروح نتغدى سوا اليوم؟ ايه اوكي، بس ما بدي الكافيتيريا، بدي مطعم طيب. مثل ما بدك. يلا اوكي. Sorry. بسيطة. أنا اسمي جون دوغلاس. تشرفنا. حضرتك أمريكاني؟ أمريكاني بس من أصل لبناني. أمك لبنانية أو بأي؟ أمي لبنانية. اسمي جمال. وأنا اسمي رغدة. تشرفنا. إيه؟ إيه جون؟ أهلين رغدة. شو عم تعملي هون؟ سمعت في حفلة هون. ايه؟ شو مناسبة؟ اليوم عيد استقلال امريكا. تكرهتين اصلا؟ يلا. اوكي. انا تعبانة كثير وبردانة شوي. ايه والله انا كمان بردت شوي. بتروح على الكافيه؟ ايه يلا، بس خلينا نغير ثيابنا اول. اوكي، نتلقى بساعة. ساعة ونص. اوكي، يلا. ايه يلا. غيرنا ثيابنا. ايه والله هيك مرتاح اكثر انا. شو رايك بلبنان؟ كثير حلوه بس لازم ارجع امريكا. شو ليش؟ عندي اصحاب لازم اشوفهم. بنات؟ لا شو بنات، بس اصحاب الطفوله. جمال؟ أهلين راغدة وجون، وين عزيمتي؟ لا اسمع، لا 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 لا، تحكي لها أنت ولا أحكي لها أنا؟ عن شو؟ شو صار بالخاتم اللي اشتريته من أمريكا؟ خاتم؟ إيه شو خاتم لحبيبته؟ شو قصدك؟ لا أنت كذاب. ألو، مين أنت؟ مرحبا، أنا صاحب جون، اسمي جمال. شفتك على الفيسبوك، حضرتك أخت جون. إيه، أنا أخت جون. شوفي، شبوشي؟ ما في شي، بس عندي سؤال صغير، تحكي لي شوية عن جون؟ إيه، جون مشهور كتير، عنده رفقات كتير، وحبيبته مشتاقته كتير. شو قلتي؟ حبيبته؟ ايه حبيبته راح يشري لها خاتم اليوم ليخطبها. لهوي، لا بكفي، يلا باي. ايه يلا باي. اترك حالك، انت شو دخلك؟ انت بتخسر بحياتي؟ عمي انا اصلا بحب راغدة، انت ما بتستاهلها. بسيطة يا زلمة، خذك شوية نزول. يا عمي ما بدي. صح جو. يا عمي مش عاجبك. خرجهم، أصلاً ما حبيتهم. والله أمريكاني لبناني مش مهم، كل الشباب مثل بعض. الله يعطيك العافية. الله يعافيك.